ودلوقتي جه ميعادنا مع نفسنا جود تالنت المرحله الثانيه. كل واحده من المتسابقات هتخش تقعد مع واحده من المنافسينات اللي هو احنا. وتعالوا بقى نشوف البنات طلع لهم ايه. متسابقة بتستعد لنفسنا، كل واحدة ابتدت تحضر أسئلتها وتذاكر مرة واثنين وتلاتة عشان تكون جاهزة للتحدي. أنا كده جاهزة. أنا جاهزة. أنا كده بقيت جاهزة. وبعد ما جهزوا واستعدوا، كل متسابقة هتختار ظرف يكون فيه اسم المذيعة اللي هتختبرها. يا ترى مين حيبقى قصاد مين؟ وزي ما شفتم في التقرير طلعت من حظي ومن نصيبي الجميلة سالي، وعايزة أقول لها اتفضلي يا سالي علشان ننفس سوا مع بعضينا. اتفضلي يا سالي يا جميلة. طبعاً قلبي بيدق جداً وقلقانة جداً جداً، وربنا يستر إن شاء الله. كنت أتمنى هي دي اللي تطلع لي، لأن شيماء يعني هي تلقائية جداً، فالواحد مبيبقاش عارف إيه مثلاً رد فعلها، إيه اللي في دماغها، إيه اللي هتقوله لك. أهلاً بالقمر والعسل اللي نورتني. ربنا يخليكي. بس أنا ليه أعتب عليك يا سالي؟ قولي. أقول ولا غور؟ قولي. ليه يا سالي لما أطلع من حظك ومن نصيبك تقولي إن أنت زعلانة وكان نفسك هي دي تبقى معاكي؟ ده كلام؟ لا بصي، هو الفكرة قلت بصي أنا هقولك بصراحة. أنا بحب أتفرج عليك جدا جدا. بس قلقانة منك. ليه؟ يعني بقلق منك، لكن أنا بحب أتفرج عليك جدا. طب تصدقي بقى عشان خاطر الكلمتين دول. أيوة. أنا اديتك الأمان. سلام. خلاص اعتبري الفكرة لما أقدر. خلاص. طب يلا اسألي. بصي، لو أنت مش في برنامج نفسنا وكنتي مشاهدة عادية، تحبي تتفرجي على مين؟ لو انت تتفرجي على برنامج نفسنا، تحبي تتفرجي على هادي ولا بدريه؟ مين اكتر واحده هتحبيها؟ واختاري واحده بس. لا، هاخد الكوليكشن على بعضه، علشان البرنامج ده ما ينفعش تتفرجي على حد وتسيبي حد، هتزهقي. لازم تشوفي الناس كلها على بعضها عشان كله بيكمل بعض. وبعدين ازاي بقى هنتفرج على البرنامج من غير شوشو؟ لا طبعا ما ينفعش. يعني قولي لي كده. انا بقول مثلا. لا ده انت داخله كرهاها خالص. دي مش مجرد طلعها من البرنامج من الاول. ايه ده؟ طب قولي لي يا سالي، ايه الزله اللي مسكتيها على حد قبل كده؟ بصي، وانا امسك زله على اخواتي بصراحه. ايه مثلا؟ ولاد اخواتك الولاد؟ لا انا عندي ثلاث بنات. ما شاء الله. بنات. إيه يعني بصي، هو انا بمسك عليهم زله عشان لما اجي اقول لهم على حاجه يعملوا واثقه ان هم هيحتفظوا بالسر، محدش هيقول حاجه. سوس. يعني تبتزيهم. ايوه. يلا بصي، الفوبيا يعني كل واحد عنده فوبيا من حاجه. انت يا شيماء عندك فوبيا من ايه؟ من ثلاث حاجات. قولي. الحيوانات بكل انواعها. كل انواع الحيوانات. وايه تاني؟ الميه. العوم. وموت اشخاص عزاز على قلبي. العوم. هل انت مثلا حصل لك حادثه وانت صغيره؟ لا، فعشان كده ما كنتش بستحمى وانا صغيره، فبخاف من الميه قوي. طلعت متعوده على الموضوع ده. طيب ماشي، قولي لي بقى، ايه اكتر حاجه حبيتيها في نفسنا واكتر حاجه ما حبيتيهاش في نفسنا؟ اكتر حاجه بحبها في نفسنا مش ماشيين واحد اتنين تلاته. لا، الموضوع ماشي معاكم تلقائي، الضحك تلقائي، فبيوصل لنا بيخلينا احنا نضحك ونبقى مبسوطين. الله هو اكبر، ومن شر حاسد اذا حسد. ودي خمسه منا. ايه؟ انا حاولت ابقى كويسه معاكي بس عينك لمعت كده وغربت وانت بتحكي. أيوة. على البرنامج، فمش قادره. بصي بصي، خليها تقول لنا اكتر حاجه ما عجبتهاش. يمكن اكتر حاجه ما عجبتكيش تكسر شويه العين. اكتر حاجه ما عجبتنيش. لا هو مفيش يعني. يا ساتر يا رب. لا مفيش بصراحه. ما بتحبيهاش في البرنامج؟ حلو. ده خشب اللي تحت ده، ممكن تشوفيه ملمسه هتلاقيه جميل. طب قولي لي يا سالي، لو انت عايزه تطيري واحده مننا وتقعدي مكانها، تطيري مين؟
يا حبيبتي يا شوشو. يا قلبي يا سيالي. يا حبيبتي. عايزه تطيريني انا؟ بس انت باتنين على فكره مش هتقولي. طب شفتي بقى، يعني نص هيمشي والنص التاني هيقعد كاتب على قلبي. على فكره دي شوشو جايبه اختها معاها. بالظبط. انا دبل. طب قولي لي انت لو عايزه تطيريني هتعملي ايه عشان تمشيني؟ هنفسن عليكي قوي لدرجه ان انا اخليكي يعني تبقي تستفزي مني كده، احس ان انت حبيبتي كان غيري كشتر. يا ريت كان غيري كشتر. يا روحي. طيب يا سالي انت نورتينا، بس عايزه اقول لك حاجه قبل ما تمشي. انت اللي اعترفتي لي بنفسك ان مامتك وباباك بيحبوني، وان جوزك لما بيبقى متضايق منك انت بتقلبي وبتجيبي له شيماء عشان خاطر يضحك، صح؟ لا لا انا بضحك عليكي بس. وده سبب ابعاء ان انا انفسن عليك واقول لك ميرسي يا سالي، وبيخلي جوزك يتفرج عليا على طول عشان بحبه قوي. ميرسي ميرسي. شكرا. اتفضل. انا كنت خايفه منها لما طلع لي اسمها، بس بصراحه طلعت لذيذه جدا ودمها خفيف والفقره عدت بسلام، يعني كانت حلوه الحمد لله. اكتر حته شويه اللي هي كانت صعبه شويه لما قالت لي اختاري مين فينا اللي يمشي، دي شويه كانت محرجه بالنسبه لي. بس وزي ما شفنا سالي المنافسنا طلعت مش منافسنا قوي يعني، وطلعت طيبه وعسوله. على العموم هنطلع فاصل ونرجع لكم مع هدي ويكون معاها المنافسنا الجديده. استنونا. ورجعنا بعد الفاصل للمتسابقه رقم 2، والمتسابقه رقم 2 وقع حظها معايا. ونرحب بجيسي، اتفضلي. بحب التلاتة، مبسوطة قوي إن هدي طلعت لي عشان فعلا كان نفسي قوي إن هي تطلع لي، ولو ما كانش هي كنت أحب شيماء عشان ضحكتها حلوة. ازيك يا جيسي؟ الحمد لله. انت على طول بتحلو كده؟ داخلة عليا. شفتوا هما داخلين علينا وش ليه كده؟ داخلة حامية. قول أعوذ برب الفلك، امسكي الخشب النهارده ليلة الخميس. بس أنا لابسة حاجة زرقاء ولابسة حاجة الساعة الساعة دي الساعة في إيديها. ما في أزرق هنا يبقى هنا وهنا. صلاة بعينيكي كده. لا بتقولي ما في أزرق هنا يبقى هنا وهنا. يا لهوي. إيه ده؟ كلهم علقي شبشب، علقي شبشب هنا في أوضتي زي ما قلت الباسكت. مفيش حل كده. او اكتبي على قرطك العين صابتني ورب العرش نجاني. انا فكر اكلمها كده. انا بقول كده. اسالها اسئله كده وانا اسمعك كده. ماشي. هتساليني سؤال؟ اسالك. بصي بقى، تعملي ايه لو عندك خروجه جامده جدا ولبستي كل حاجه وانت نازله خلاص هوب الخروجه فكست، تعملي ايه؟ اتلغت؟ هروح فلس. خروجه تانية عادي يعني. انا اصحابي كتير وكلهم بيخرجوا، يا خروجه دي باظت في خروجه غيرها وخروجه غيرها وخروجه غيرها. لا لا ده عينيها ملونه في خروجات. لا ما انت معلش اسمحي لي، سؤالك خايب خالص. خايب خالص. ده التليفون. اصل اي واحده يعني بتزعل جدا لما الخروجه بتاعتها بتبوظ. لا انا عندي خروجات كتير كل يوم. لا هي دي بتفرح عشان بتروح مشاوير تانية. هي دي بتروح تحط منوكير في اي حته عادي جدا. انت فاكره موضوع المونيكير؟ الله هو كان موضوع المونيكير. طيب يا طيب، ازاي تسيبي خطيبك بشكل شيك؟ اسيبه بشكل شيك. بصي يا ستي، هخلي واحده صاحبتي تاخد الاكونت بتاعه وتكلمه وتصاحبه وكل حاجه، اول ما يخرجوا مع بعض انا اطب عليهم واعمل نفسي كاني بقى اتصدمت، ويا ساره وايه ده وانت بتخوني وحاجات كده، واسيبه بقى وخلاص وكان هو اللي غلطان. يعني توقعي شر في شر اعماله. عادي عادي. اسالك انا بقى، دوري. اسالي. اوكي، عمرك قبل كده قريتي روايه وحبيتي البطل وكان نفسك تتجوزيه مثلا؟ لا انا مش الشخصيه دي خالص خالص. لا 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 انا بقرا كتير جدا، بس فكره ان انا احب بطل في روايه ولا احب نجم في الفيلم ولا اعشق نجم معين ولا بطل فيلم، لا انا مش الشخصيه دي خالص. يا جامد. تقيله يا انا خالص. يعني لو سالتيني انا السؤال ده جيسي اجاوبك اقول لك ايوه. ايوه يعني يا ما عشت قصص رومانسيه جدا مع كابتن ماجد، مش قادرة أقول لك. ولو هنتكلم على التلفزيون يا ما حبيت أبطال، يعني مثلا الشيف الشربيني أشوفه عش طبعا. عش من طرف حلال المحشي بقى وحلال حاجات. وأنا ومازينجر برضه. يا ما عش أفروديت. درتها أفروديت. اتفضلي يا هدى. استفردي بالشخصية اللي قدامي. اتفضلي يا هدى. ما تخليكي محضر خير. جيسي. جيسي. لو دخلتي مسابقة وانتي ماشية كده على الكات ووك زي ما انتي ماشية كده قدامنا وقعتي اتزحلقتي وده هوا، اوكي مفيش ستوب ولا هنعيد، تمام، هتعملي ايه؟
هعمل نفسي برقص زومبا. وهي الزومبا فيها زحلقه وشقلبه؟ شقلب محدش عارف حاجه يا ستي عادي. يعني مش هتحرجي، مش هتتكسفي، مش هتتوتري؟ لا بصي مش هتوتر، بس هاخد الموضوع هزار عادي، يعني موقف وبيحصل لكل الناس. عادي. اسالي. حياتك اختلفت قبل الشهره وبعدها ولا لا؟ حياتي اختلفت في حتت كتير، في حاجات كتير، في مجالات كتير. انت هتصدقي نفسك؟ انت حد يعرفك؟ قال حياتي اختلفت. دي ماما بتشوفك في البيت تقول مين البت المعديه دي مثلا؟ مين البت المعرقبه دي؟ انت عارفه نفسك وعارفه مامتك بتقول لك ايه؟ مدام معرقبه عادي. حياتي اختلفت طبعا، وحياتنا كلنا اختلفت. انا خالص يا عم اي محدش عارفها اساسا، ولا قبل ولا بعد الشهر. لسه باكل عند ملك الكبد عادي جدا. لكن اكيد اي حد بيبقى مشهور حياته بتختلف قبل الشهر عن بعد الشهر، على الاقل حياته العامه، على الاقل خروجاته والاماكن اللي بيروح فيها، طريقه تصرفاته في الاماكن العامه. اسئلتها قفلتني منها البت جي سي دي. ليه اسئلتك غريبه قوي؟ لا وعماله تقولي محضره ومحضره ومحضره دي محضره ارواح وعفاريت. طب يا جيسي انت مخطوبه ولا مرتبطه ولا متطلقه؟ طب حبيتي قبل كده؟ طيب ايه اكتر واحد حبيتيه وسابك بطريقه وجعتك؟ هو انا حبيت مره واحده وجيت اتقدم لي وجوازه باظت، مفيش غيره. وليه الجوازه باظت؟ عادي يعني الاهالي بقى اوقات كده بتنفسوا شويه. وما حاولتيش تحاربي يعني عشان الجوازه باظت؟ الجوازه باظت. الجوازه باظت. الجوازه باظت. انت عايزه تسالي سؤال؟ انا؟ لو مثلا خطيبك طلع اسم بنت شيرين مثلا، يعني لو اتقدم لك واحد اسمه شيرين او اسلام او ايمان او ورد او ايمان او ورد، هتعملي ايه؟ هدلعه. هتدلعيه؟ انا ده باسم الدلع، ما عندهوش باسمه خالص. مش هتقولي له يا شيرين؟ لا خالص. يا شيري عليك يا شيرين. هتقولي يا شيري؟ هتقولي له يا شيري؟ طلعت حلو. امال ليه بقى شيري؟ وهتخلفي ولد اسمه ايه؟ شرشوب. شرشوبة. شرشوب ابن الشاري. مشي ابن شاري وجيسي مثلا. مشي شي مشي جيسي. بصي يا جيسي، قبل ما تسيبينا هسألك سؤال. تمام. لو انت بقيتي مذيعة في البرنامج ولازم تختاري واحدة فينا تمشي، احنا الثلاثة، تمشي مين فينا؟ بدرية، عشان من ساعة ما قعدوا هي مستلماني. اوبا. تطيري بدرية؟ بدرية مين يا بت اللي تطيريها؟ اوبا. يلا الحق علي ما انا اضحكها. ياه. اقفلي عشان ما تهجمش على جوزي، هتكاتش دلوقتي. طب يا جوزي اطلع اجري يا جوزي. يا جوزي باي يا ماما، ربنا معاكي. ها اهربي. مبسوطة إن احنا قاعدة نهزر مع بعض، ده أبسطني جدا. الأسئلة حاولت أنا أسأل حاجات ممكن تكون بعيدة عن كل أصحابي، بس مش عارفة يعني ما عجبتهاش ولا إيه. بس أنا كنت محضرة حاجات كتيرة قوي، بس الوقت يعني. باي باي جيسي. هنطلع فاصل ونرجع مع المتسابقة رقم 3 اللي هيبقى حظها وقع مع بدرية. استنونا. ودلوقتي معاد المنافسنا الثالثه اللي هتيجي تقعد معايا. اتفضلي يا دلال الخميسي تتفنزل. لا ما كنتش اتمنى حد معين يطلع لي. كنت قلقانه من الثلاثه بصراحه. بس ليه كده؟ ليه كده من اولها؟ بنطلونك مقطوع غلبانه، صعبتي عليا. ما عندكيش بناطيل سليمه تيجي بيها؟ للاسف. بصي بقى حبيبتي، تركزي معايا. انا مركزه معاكي اهو. مالكيش دعوه بالزملاء والزميلات المنافسينات، مالكيش دعوه بيهم خالص، وتخليكي معايا. ماشي. انت بره قلتي ايه؟ لا ما قلتش حاجه عليكي. امال قلتي على مين؟ ولا على حد اصلا. طب قلتي ايه؟ اعترفي علشان انا كل حاجه مكتوبه عندي. لا والله انا قلت ان انا خايفه منكم انتوا الثلاثه بصراحه. فمش فارق معاكي هتقعدي مع مين؟ لا ما قلتش مش فارق. دي امال ايه يا حبيبتي؟ لا لا لا. امال قلتي ايه؟ لا لا. انا يا بنت مش فارق معاكي يا بيه؟ لا لا فارقه يا باشا والله. لو دخلتي محل ملابس وفجاه اكتشفتي ان انت كنتي بتتصوري وانت بتقيسي البنطلون اللي مقطوع من ورا، تعملي ايه؟ لا ده انا هعمل كتير. طب ايه بقى؟ هكلم حد مثلا من اصحابي الرجاله عضلات وبتاع، ونيجي نطربق المحل على دماغه.
انت عندك اصحاب رجاله عضلات؟ هو مش عضلات قوي يعني، بس يعني مش مهم العضلات، المهم رجال. هم بياخدوا بتاع وعضلات وتيجي تلاقيهم حاجه تانية. مش دعوه بيهم، خليكي معايا يا باشا، انا معاك بس كده. على فكره من حقنا نعلق، بس اقول لك على حاجه، انت افضل لك ان انت وانت في نفس المكان ده، ما انا هكلم الحاله تتثبت. ايوه، وصوتك يعلى، وتعالوا لي بقى، ويلا الو بوليس النجده يجي لي دلوقتي. تعرف احسن حاجه ايه؟ نلبسه اللبس اللي انا كنت هلبسه ونصوره بيه، نحط له روش كده ونمكيجه ونظبطه وننزله على الفيسبوك. بس حلو فعلا. لا لا، جامده جامده جامده. طب اسالك انا حبيبتي، اتفضلي. طيب ايه اكتر موقف، بس مش عايزين ايه يعني تقول الحقيقة، ايه اكتر موقف محرج حصل لك ودارتيه بالضحك؟ لا مواقف كتير بصراحة، انا بتحط في مواقف زبال. هو بصي، البرنامج ده اصلا موقف محرج كبير بالنسبة لها. بدرية قصدك ايه؟ البرنامج ذات نفسه موقف بالنسبة لي، وبداريه بحاول اداريه. بتحاول احنا بنداوي حاول تدارينا؟ طب ما تمشي من وسطينا. وامشي ليه؟ وتدارينا ليه؟ طب وانتوا تعبانين ليه؟ وانت يا حبيبتي اللي مكشوفه مننا ليه؟ اهو كده وخلاص مزاجي. لا، واحنا بقى ما بنجيش على مزاج حد. وانت ايه اللي جابك في مزاجي؟ انت اللي مش جايه عندنا. انت اللي جايه عندنا. هتمشي على هوانا احنا وعلى كيفنا. لا يا حبيبتي، ما ينفعش تمشيش على هوا حد. طالما انت جايه عندنا ما ينفعش تكسي. والله لو ما خزنت المطوه كان زماني فتحتها عليكم. ليه عملنا لك المطوه؟ بتنام بدري. صديقاتك. اتفضلي. انا اللي هسال. انت لازم، ما خلاص، ما انت هتعملي ايه لو بتحبي صاحب اخوكي؟ والله ممكن اعزمه كده على اكله حلوه. انت تعزمي؟ انا اعزم اخويا. مش تعزمي اخوكي؟ اه لا، وبعدين عازم، مش عازم التاني، لا عازم اخويا. وهقول له، هقول له بقى هعمل ايه. هتقولي له ايه؟ هقول له يا محسن انا بحب شوكت بصراحه، يعني لو ينفع انت تقول له، او ينفع، او انت ايه رايك؟ مين محسن ومين شوكت؟ محسن اخويا. مسلسل ايه ده؟ انت طالعه من اي مسلسل؟ انت جايه من رأي بس. ما اعرفش عمي، اصل موقف زي الزفت بصراحه. مش عارفه اعمل ايه. اسالي يا موكوسه، هتجيبي شوكت جامد قوي. تقولي له على محسن؟ لا العكس، هتجيبي محسن تقولي له على شوكت اخوكي محسن. يلا يا بهانه، لو صحيتي في يوم لقيتي نفسك ولد هتعملي ايه؟ امال هي اصلا ايه؟ زقه. مش ولد، بحسبها محسن. يلا يا ابني انت. ماشي، هقول دلوقتي. والله انا كان نفسي ابقى ولد اصلا. المفروض تنبسطي جدا. انا كان نفسي ابقى ولد. وانا كمان والله. لو ساعتها لقيتي نفسك ولد هتلاقي نفسك عندك حريه، عندك. يا بنتي ده كفايه ان هم بيمشوا من غير مكياج، بيضيعوا وقتك يا عبيد. خليكي معايا يصاحبوا ويحبوا 1000 مليون بنت محدش يكلمهم. الانبساط ده ياخد الدش وحب الشغل. ما هم بيتكلموا. هقول ايه؟ تقول ايه؟ مطلوب منك تتكلمي. ماشي يلا. هو انا هقول حاجه اصلا انا مش عارفه اقولها ازاي. ليه؟ اصل كان في حاجه نفسي اجربها بس. ايه؟ هتقولي حاجه عيب؟ شويه. احنا في رمضان. قوليها لي في ودي. عايزه تقولي ايه؟ قوليها بصوت واطي. ولا حاجه، هجرب اخش الحمام. وبعدين؟ وانا واقفه. يا بنتي طب ما دلوقتي طلعوا للبنات اوبشنات، انت قديمه قوي. روحي الصيدليه هتلاقي كل حاجه بقت موجوده، وانت بنت زي ما انت. اصل هو كل حاجه متسهله لهم، حتى دي ما اتسهلتش. كل حاجه متصعبه لنا. ده انت مصعبه على نفسك قوي والله. يعني لا لا، تصحي تلاقي لا، ده من ضمن الحاجات اللي نفسك فيه. لا حاجات تانية. طب ايه؟ عايزه اعرف بقى احساس الولد، يعني انا عايزه اعيشه، نفسي افهم. مثلا واحد يمشي ورا واحده بالعربيه وما يعملش حاجه ولا يقول لها حاجه، انت إيه حاسس بايه بقى؟ يعني عايزه افهم والله انت حاسس بايه وانت ماشي وراها بالعربيه؟ عايز يعرف بيتها فين. ايه؟ عايز يعرف بيتها فين. والله ولا بيعرف ولا بيتي. اسالي يا بنت. جه مهبب. ايه؟ طيب حبيتي واحد قبل كده وحلق لك؟ ما حلق. لا مش شايفاه مركبه اكستنشن. يعني حبيت حلاق. مش فاهمه يا عزيز. لا 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 يا بنتي، لا مفيش تهرب من السؤال. اخر مره حبت من وقت فحت البحر، واللي يعني حبته اتجوزته على طول، مفيش كلام. لا لا لا، قبلها كان في. طب ما تردي بقى، ما دام عندي كسر. ليش؟ امال انت عملتي ايه؟
انت لا لا عادي يعني ما حصلش النصيب انما ما حلقليش. ايوه مين مستحيل يعني اكيد في تجربه عدت حلق لك عادي كلنا بيتحلق لنا. لا 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 يعني حصل اختلاف في يعني وجهات النظر وشكرا وتمام انما حلقلي ما فهمتيش يعني حلق لها بس بالشيء ما فهمش التكوين ده على بعضه غلطان لو لا صبر كل بنت لازم تكون اتحلق لو اكتشفتي ان انت ما معكيش فلوس بعد ما دخلتي المطعم وطلبتي اوردر جامد جدا هتعملي ايه؟ لو ايه لو معكيش فلوس اغسل المواعين يا همسح البلاط اطوق الحمام اجيب طلبات هعمل ايه؟ طب ما اسهل حاجه تكلمني اخوكي يجيب لك اخوك محسن اخويا محسن اخوك ايه 15 سنه طب بابا طب مامتك طب صاحبتك مفيش اي حد يقدر يسعفك في موقف زي ده؟ لو حبيتي تطيري واحده مننا احنا الثلاثه عشان تركبي مكانها مين؟ لازم تختاري واحدة تمشي وقولي ما تخافيش هيدي برضو هيدي يلا يا دلال روحي روحي يا دلال لا والله بدرية لذيذة بس هي بتسأل أسئلة غريبة عاملها إيه طيب مش عارفة هنجح ولا لا ومشي التالت متسابقة وأنا هروح مع زميلاتي المنافسنات لحد ما نحكم تحكيمات ويجونا المتسابقات ونقول النتيجات حظر شكو زاد شكو زاد ورجعنا لكم تاني ورجعت الحبايب قلبي اللي وحشوني وسبت دلال سبتها يلا بينا نشوف هنعمل ايه في المتسابقات شايفة ان احنا كنا كويسين جدا بس مش عارفة ممكن انا مكنتش مركزة شوية من الحر بس في الاغلب يعني الحمد لله الحلقة كانت لذيذة والحمد لله كلنا كنا كويسين حلقة سخنة بس اتوقع مين يمشي بصراحه انا نفسي نفوز احنا الثلاثه لان احنا بقينا اصحاب فاتمنى اتوقع ان احنا الثلاثه نفوز انا نفسي كام ممكن 6 من 10 انا ادي نفسي 7 من 10 لا انا عمري ما عرفت اقيم نفسي في حياتي كلها بجد بامان فمش هدي نفسي حاجه خالص لان لو قيمت نفسي هدي نفسي صفر كالعاده رياكشناتها واحده بتضحك زي زعلانه زي ما بس قالت برضو حاجات كتير دمها خفيفه اكتر من تيلي يعني هادين زياده ساكتين زياده كاريزما ضعيفه تحسي كده ان هم موظفات برحبكم بس اللي انا شايفه ان كده هتظلموا انا شايفه ان جيسي اقوى من سالي لا سالي اقوى خلاص هيجي اللي هتحكم الموضوع مش عارفة حضورهم في حاجة ناقصة كانت أضعف البنات كانت فظيعة بجد هي نفس مدرسة بدرية لا ما أنا مش هحفظ كلامها كله يعني أنا مش في اختبار سالي جيسي دلال في ناس كنا متوقعين إن هي تبقى أحسن كتير وفي ناس كنا متوقعين ان هي مش هتبقى احسن بقت احسن وفي ناس اتفاجئنا ان هي ساكته وهاديه ومش جاهزه ولا محضره النهارده دوري اني اقول مين اللي هتكسب او مين البنتين اللي هيكسبوا ومين اللي هتمشي أول واحدة هتكمل معانا النهاردة عشان ما تعبكوش هي دلال برافو يا دلال خش الحمام لو عايز فاضل جيسي وسالي واحنا اختلفنا بقى
احنا التلاتة مين يقعد فيك ومين يمشي، لكن لازم نختار واحدة. فهنشكر متسابقة ونقول لها مرسي قوي، ونتمنى لك التوفيق في المسابقة الجاية أو في أي حاجة تانية في حياتك. يلا يا هادي بقى، تعبتيني بقى وطرتلي أعصابي. هنقول لسالي مرسي يا سالي، وجود لك في الراوند اللي جاي أو في المسابقة الجاية، ومبروك لجاسي. مرسي يا بنات، نورتونا. تقدروا تتفضلوا. وبكده اتأهلت معانا دلال وجاسي، سالي قدامها فرصة ترجع تاني بالجولدن كار. مشاهدينا كده خلصت نفسنا جوت تالنت، تصبحوا على خير. طلعت ومفيش مشكلة بجد، وأتمنى لدلال وأتمنى لجيسي إن شاء الله بالتوفيق. وهي لعبة وأنا داخلاها عارفة إني يا هكسب يا أخسر، وكنت مبسوطة جدا بالتجربة دي جدا، وتعلمت منها أكيد وخدت خبرة، ومبسوطة أنا اتعرفت على هيدي وشيماء وبدرية، وجود لك إن شاء الله ليك. مبسوطة أكيد بالنتيجة، وزعلانة إن سالي مشي بس. مبسوط طبعا اني كسبت الحمد لله، وزعلانه جدا اني سالي طلعت، بس اتوقع انها ممكن ترجع تاني، انها كان حد شاطر ليها.